ونقول مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وريفيو جديد من برنامج شل جديد. اليوم معانا سيارة للحين ما نزلت السوق وإن شاء الله راح تنزل قريب مع مجموعة البابطين. السيارة اللي معانا اليوم الجايكو أو الجيكو الجي 7، واحدة من السيارات اللي حرفيا أنا ركبت عقب ربع ساعة، بريماس ركب يمكن عقب 5 دقائق. أول جملة قلناها أشوف نفسي أشتري هذه السيارة يوم من الأيام. ليش؟ خلوني أخذكم بتفاصيل السيارة من الألف للياء. السيارة اللي معانا اليوم خلينا نقول الأخت الغير شقيقة لوحدة من السيارات المميزة والسيارات اللي هم سولفنا عنها في برنامج الجديد، وقلنا إن هالسيارات لازم عندها قوة أوفرود ممتازة، اللي هي سيارات لاند روفر الفيلار مع شو اسمه الجيب الصغير بريماس الإيفوك، الفيلار والإيفوك، هذيلي من نفس المصنع الأساسي بالنسبة حق الشاصي وبالنسبة حق كثير من القطع. شنو المحرك اللي معنا اليوم؟ المحرك 1.6 لتر تيربو يولد 194 حصان و 290 نيوتن متر من عزم الدورة. هذا المحرك مربوط بناقل حركة 7 سرعات دول كلتش أو ثنائي التعشيق، فمعطيك تجربة قيادة ممتازة. نروح على واجهة السيارة، يمكن الواجهة شكل جديد، هذا اللي أنا وايد عجبني فيه، شكل جديد مو متعودين عليه بالشارع. إضاءات السيارة جميلة، أتمنى 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 عقب الريفيو عقب الفطور ما نخدر وننسى نصور لكم، لأن وايد ودي أوريكم إضاءات السيارة بالليل، لأن فعلا جميلة السيارة، الفتحة كاملة كبيرة، الشبك تحسه كذي أجرسيف رياضي. اللون طبعا عناد على مصورنا القتساوي، اللون شحلاته. عندك الكاميرا موجودة هني، خافينها بمكان وايد حلو بالتصميم حق الإضاءات أو الكاميرات 360. الشكل الجانبي للسيارة يمكن نلاحظ أنه وايد مشابه حق أشكال الكروس أوفرز اللي موجودة في السوق، لأن هذه واحدة من الشغلات الحلوة. لاحظوا مجرد ما قربت يم السيارة على طول تبطلت المراية وطلعت يدات الأبواب، اللي بالمناسبة أيضا تشابه يدات أبواب اللاند روفر سواء الفيلار أو الإيفوك. المفتاح هو بجيبك، مجرد ما تقرب تفتح الأبواب، تسكر الباب والمفتاح بجيبك، مجرد ما توخر عن السيارة تقفل وتتسكر المرايا الجانبية. خلونا نشوف الشكل الخلفي ونسولف عن باقي التفاصيل. نروح حق الشكل الخلفي للسيارة والإضاءة الجميلة. أرجع وأقول لكم أنا وايد عجبتني إضاءات السيارة سواء من الأمام أو من الخلف، الإضاءة بالكامل LED. عندنا كلمة جايكو أو جيكو، بعدين عندنا جي 7 اللي هو موديل السيارة، شعار مجموعة البابطين، بعدين عندنا AWD All Wheel Drive أو دفع كلي للعجلات. شنو يعني؟ يعني هذه السيارة مثل ما احنا قلنا قبل شوي ان فيها قدرات لا يستهان فيها بالنسبة حق الأوفرود، ولأن مجموعة البابطين قالوا لنا نبيكم تشوفون السيارة وفيها أوفرود، فأنا يوم وروني صورة السيارة وقالوا لي أوفرود قلت لهم يا جماعة ندخلها أوفرود، كانوا يقولون لي دخلها أوفرود، وإذا ما تبي تدخلها أوفرود لا تصورها خير شر، فحبيت التحدي صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بالترحيب، نبطل السيارة وشوف لي داخلية السيارة. انت راح يجيك بعد شوي تبطل. لاحظوا الشكل الفخم موجود، وبنفس الوقت معطينك هذا الطابع اللي البراغي مبينة وهالأمور هذه، أساس يعطيك احساس ان السياره وايد فيها بوتنشل رياضي قوي، رياضي من ناحيه الاوفرود وغيره. سماعات سوني، بسم الله الرحمن الرحيم، بريك وندك سلف ونسولف عن تفاصيل الجي 7. كل التحكمات عندك حق الاربع جامات بشكل كهربائي بالكامل، المرايا الجانبيه ايضا بشكل كهربائي، حتى اذا تبي تطويهم تقدر تطويهم. التحكم في السيارة بالكامل، أو عفوا التحكم في السكان بالكامل من هذه الأماكن، يمكن حتى هذا مشابه لسيارات
لاند روفر، عندنا الشاشة اللي موجودة أمامنا فيها مجموعة تفاصيل تقدر تشيل، تقدر تغير، تقدر تحط اللي أنت تبيه. إذا مثلا أنت تبي النافيجيشن تقدر تشغله وغيره وغيره من هذه الأمور. عندنا هني شاشة، نروح الهوم، عندنا شاشة عملاقة 14.8 بوصة، شاشة فيها كل شيء تبي، نافيجيشن غيره غيره، ولكن الأهم الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي. الحلو بالموضوع إن الأبل كار بلاي يتبطل على الشاشة بالكامل، فإذا شغلت مثلاً أبل جوجل مابس يطلع لك المابس كلها هني. هني عندنا النافيجيشن، عندنا طبعا هذا النافيجيشن البلت ان مال السيارة، ولكن ايضا عندنا الاشياء الثانية اللي تقدر تستخدمها. عندنا واحدة من الشغلات دي في ار، يمكن قال لكم هني اتس نوت كونكتد، ليش؟ لان المفروض ينحط له اس دي كارد، انت كصاحب سيارة تقدر تحط اس دي كارد وهو يصور لك كل شيء از اداش كام. الجير السبع سرعات ايضا موجود هني، تبي تحطه مانيوال ضغطه مطوله هني. هني تغير المودز، لاحظوا النورمال اكو، يا سلام هلا افرود، راح اجربك، انطر انطر، وين ساند راح اجربك، مد راح اجربك، راح اجرب كل شيء اليوم. سنو طبعا ما راح اقدر اجرب، وين 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 سنو. وعندنا السبورت مود ايضا موجود والنورمال مود. هذه بالنسبة حق وضعيات القيادة. التكييف تفتح وتسكر الشاشة، تقدر تخليها كذي، وايضا ملوت الضباب وش اسمه هذا ديفروست، واللي ما يستخدمونه اثناء المطر شو يسمونه، الفلاشر. بعدها عندك انا وايد عجبتني سالفة ان يعني فتحات التكييف صايرة جزء من التصميم أو تصميم السيارة، يكمل باقي الأماكن. هني عندنا الانجريفد لذر أو اليلد المحفور، عندنا هني الديكور، عندنا إضاءة داخلية طبعا ما تبين هني، جلود، تدفئة، تبريد، كل شيء موجود. وعندنا أيضا فتحة بانورامية عملاقة في السيارة، تتبطل طبعا على طقتين وتوصل لغاية خلف راس الراكب في الصف الثاني. بسم الله، الكشن على قعدتي، هذا الباب، سماعات سوني، القضبات الجميلة، لاحظوا هنا عندنا مساحة ممتازة بالنسبة حق القعدة، وأيضا مساحة الراس ما شاء الله ممتازة. وشوفوا أنا قاعد هنا، البانوراما واصلة لغاية الصف الثاني او وراء الصف الثاني. تو كاب هولدرز، يو اس بي تايب سي وتايب اي، ومساحه تخزينيه، وتكييف فتحه واحده، ولكن فتحه ما شاء الله وايد كبيره. بس تكفى شوف لي الشاشه. وبكذي نكون غطينا اغلب تفاصيل السياره، يبقى التست درايف، ويبقى ان احنا معطينا الضوء الاخضر من الوكاله ان نجرب هذه السيارة في الأوفرود. فأعتقد الجزء الثاني من هذا الريفيو راح يكون جدا ممتع. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل لا نبلش تغطية أو خلينا نقول تجربة السيارة بالشارع، مثل ما قلنا لكم ومثل ما كان الطلب من الوكالة، يبوننا نجرب السيارة بالأوفرود، وقلنا لهم حاضرين وتم. ومثل ما قلنا احنا نبي نجرب قدرات السيارة القوية في الأوفرود، وما نبي نبين لكم اياها فقط، السلام على تراكشن، ما نبي نبين لكم اياها فقط وهي تتمشى في الشارع. ليش؟ لان هذه السيارة فعلا فيها قدرات وايد ممتازة حق الأوفرود. الأمانة انا عادة بالأوفرود ادور يعني انت وانت تسوي أوفرود عادة تدور المكان السهل، احنا قاعدين ندور المكان الصعب. اعتقد هذا المكان طلع وايد سهل على السياره، خلونا نفتر وندور لنا مكان ثاني. انا قاعد اجرب الاوتو هولد، ووقفت على هذه النزله وشلت ريلي عن البريك، حاليا السياره بروحها واقفه. بس خلونا نجرب ننزل ونرد مره ثانيه نصعد. انا ابيها تشفط. لحظه نحط مانيوال. ايوه
يا سلام يا سلام، برافو برافو. اللي صار انه كان قاعد يبدل ثاني، فانا حطيته مانيوال، حكر على الاول، خذ التورك، خذ العزم وصعدت السياره. ومن بعد تجربه الاوفرود نوصل حق تجربه الشارع. يمكن تلاحظون ان السياره فيها هذه الشخصيتين. انا احب السيارات اللي تعطيك اكثر من شخصيه. جربناها بالاوفرود، الحين نجربها في الشارع. تجربها مع الكروز كنترول، مع الادابتف كروز كنترول، مع الشاشه، مع التصميم الجديد والانيق. الشاشه ما شاء الله 14.8، يعني 15 انش، كلها شاشه ابل اندرويد، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، وهذه الامور كلها، كل الانظمه اللي تبي تسويها بالسياره كلها عن طريق هذه الشاشه. طبعا انا مثل ما قلت لكم دائما اقول لكم ان انا احب الازرار، ولكن واضح ان الشاشات هي المستقبل. فهذه التجربه بشكل عام صراحه تجربه وايد حلوه انك تشوف هالشخصيتين بسياره واحده. بشكل عام السياره ممتازه، البانوراما موجوده حلوه، تعطيك شراحه بالنسبه حق السياره. قدرات السياره وايد حلوه سواء بالاوفرود او حتى في الشارع. المحرك يعتبر محرك ممتاز، عزل السياره يعتبر جيد جدا، سواء على عزل الارضيه او حتى عزل الجامات، سواء على السرعات العاديه او حتى على سرعات الشارع الطبيعيه 120 وغيره. احنا قاعد نمشي على شارع يمكن الاسفلت فيه مو وايد ممتاز، ولكن وضع العزل يعتبر جيد جدا بالنسبه حق السياره. كالعاده مشكورين على المتابعه، وشكرا مجموعه البابطين على توفيرهم الجايكو جي 7. اشوفكم ان شاء الله باكر، وفي امان الله. صراحة برافو عليك، ما هقيت منك. يعني سوينا كل شيء بالسيارة، قالوا لنا we have to highlight off-roading capabilities ولا ما نبي ريفيو. قلت لهم تم وتامرون امر، وهذا اللي وصلنا له. سيارة حرفيا يبيلها طيب يبيلها محطة، لا رسمي عقب الفطور محطة. وبس عشان تعرفون نحن نعمل بإتقان، الساعة 6:15 توني واصل البيت لحي حتى ما دخلت.